يقول السائل في ثالث أسئلته بأنه ملتزم ويحمد الله، يقول: وقد طلبت من زوجتي بارتداء الحجاب وستر وجهها وكفيها، فوافقت على الفور والحمد لله، لكن المشكلة أن لزوجتي أخوات في سن الزواج ويأتينا لزيارتنا ومساعدة زوجتي ويسلمن علي، وإذا رفضت غضبنا ولا يأتينا لزيارتنا مرة ثانية، هل علي شيء إذا سلمت عليهم؟ وكذلك عمات وخالات زوجتي، هل علي شيء إذا سلمت عليهم؟ علما بأن الأعمار فوق 50 سنة تقريبا. نعم، الحجاب واجب على المسلمة، وليس هو من باب العادات والتقاليد، بل هو حكم شرعي يجب على المسلمة إذا بلغت أن تحتجب، بمعنى أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، ولو كانوا أقارب لها كأبناء عمها أو أبناء خالها أو كانوا أخوة لزوجها، إنه يجب عليهن الحجاب. وهؤلاء إن التزمن بالحجاب فسلم عليهن ومكنوهن من الزيارة لبيتكم، وإذا لم يلتزمن الحجاب فامنعوهن من زيارتكم، لأن هذا منكر لا يجوز إقراره، ولا يجوز لك أن تسلم عليهن وهن سافرات، بل عليك أن تمتنع من السلام عليهن، وعليكم أن تمنعوهن من زيارتكم حتى يلتزمن بالحجاب. نعم.